مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. في جولة استقرائية لبعض الأحياء التي تدور فيها الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام، ما هو الحل تميم؟ نعم أخي الكريم، يعني بداية مع الريف الشمالي الذي يتعرض لقصف هو الأعنف، وخاصة المناطق التي تأوي النازحين من عموم الريف الدمشقي. تم استهداف الزبداني بغارتين للطيران الميج، وتم إلقاء براميل متفجرة. أيضا تم استهداف من خلال ذلك يعني المناطق التي تأوي النازحين والمدنيين والتجمعات السكانية. أيضا تشهد مناطق القلمون تعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه حاجز الفوج 26 المتمركز في بلدة بدة، وانتشار أمني بالقرب من معمل البلاستيك وسط قصف مزارع البلدة بدبابات النظام، وتوتر عسكري في تلك المناطق، والطيران المروحي يستهدف بلدة قارة بغارتين جويتين، حيث تم أيضا استهداف المدنيين. الأحياء الجنوبية تعرضت يعني قصف تركز على الديابية ومنطقة السيدة زينب بمدفعية النظام والهاون الثقيل، وحجيرة أيضا تعرضت لقصف استهدف بها النظام بمضادات الطيران الأرضية. أيضا تم استهداف المدنيين أثناء خروجهم من بساتينهم وأراضيهم. أيضا استطاع الجيش الحر من جهة أخرى في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق استبدال جثة ملازم من جيش النظام مقابل إطلاق سراح 14 امرأة من معتقلات النظام، التي تكتظ هذه المعتقلات بالنساء المعتقلات من الحواجز الأمنية ومعظمهم من المدنيين. فيما الريف الشرقي يتعرض للقصف على مدار الساعة بمدفعية النظام، نعم، وخاصة إدارة الدفاع الجوي المتمركزة في بلدة المليحة والتي تستهدف المليحة ومساجدها، حيث اندلعت نيران ضخمة في أحد مساجد البلدة. قناصات النظام حاضرة صباح اليوم في هذه البلدة تستهدف المدنيين على الحواجز الفاصلة ما بين دمشق والغوطة الشرقية. يعني باختصار، النظام يؤكد عن عجزه العسكري في مواجهة المجاهدين في الريف الشرقي وخاصة الغوطة الشرقية. طيب تميم، استهداف نعم. المدنيين ينتقم منهم شر انتقام. طيب تميم، يعني بعض عناصر الجيش الحر اقتحمت مستودعا يحوي صواريخ روسية الصنع، ماذا عن تفاصيل سيطرة المعارضة على هذه الصواريخ؟ نعم أخي الكريم، يعني اشتركت أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة وفرسان السنة ولواء توحيد العاصمة وسرايا العز بعملية نوعية وعالية التنسيق استهدفت عدة قطع عسكرية تابعة للفرقة السابعة. بدأت في تمام الساعة الثانية والنصف صباح ذلك اليوم بالتسلل إلى الفرقة من ثلاثة محاور، محور كتيبة التسليح والنقل والطبية. يعني تم مفاجأة الجيش الأسدي، هناك اشتباكات يعني دامية بين الطرفين، قتل وجرح عدد كبير منهم ولا البقية بالفرار، تركوا لهم مجانا للفرار. نعم. يتم الاستيلاء على تلك الذخيرة والقطع العسكرية. من الجدير بالذكر أنه تم اغتنام أعداد كبيرة من صواريخ الفاكوت المضادة للدروع والدبابات أثناء اقتحام مستودعات التسليح. ارتقى 4 شهداء من مجاهدي لواء توحيد العاصمة وشهيدين من ألوية كتائب الصحابة وخمسة إصابات طفيفة أثناء اقتحام. طيب تمام، يعني هذه نعم. العملية هي عملية نوعية جاءت يعني بالتنسيق مع كتائب الجيش الحر سواء في الغوطة الشرقية أو في الريف يعني الغربي. طيب تمام، دعنا ننتقل. نعم تمام، دعنا ننتقل بالحديث عن يعني بعض المؤسسات أو المنظمات الإغاثية حذرت من لربما كارثة إنسانية قد تقع في معظمية الشام. ما هي هذه المؤسسات؟ هل أصدرت بيانات حوت تفاصيل أكثر عما حذرت منه؟ يعني أخي الكريم، بالفترة الأخيرة قامت الجمعيات يعني الموضوع الإغاثة قاموا بإغاثة المدنيين هناك في تلك المناطق وخاصة عظيمة الشام وما حولها، وخاصة في شهر رمضان المبارك. يعني قدموا من الوجبات الإغاثية التي تعين المدنيين على يعني قوت يومهم. حذروا من يعني من مواضيع أنه هناك جمعيات تعمل لجهات معينة وأجندة خاصة، لذلك تم إصدار بيان بأن هذه العملية يعني هذه الجهات هي جهات مستقلة غايتها إغاثة المدنيين ودعمهم وإعانتهم على يعني تأمين قوت يومهم خلال شهر رمضان المبارك، وأن هذه العمليات سوف يعني تبقى مستمرة بإذن الله تعالى إلى ما بعد هذا العيد المبارك. تميم، نعم تميم الشامي كنت معنا من دمشق، فشكرا جزيلا لك.